خلاص بقى، وقلبي اتكسر وكل حاجة. كان نفسي افرح والدتي بيا، وكان نفسي افرح والدي كمان، معرفتش. تقريب الثانوية بنات القديمة، علمي علوم، وزي أي حد بيجيب نتيجته والدتي كلمت حد من الكنترول عشان يجيب نتيجتي بالليل قبل ما تطلع الصبح، بتطلع الصبح لينا كلنا. قال لها مبروك بنتك نجحت، بس هو مفيش غير محجوبة علشان تشابه أسماء بينها وبين بنت تانية اسمها متشابه معايا ومن نفس الإدارات. وبعد كده بعد ساعة قال لها ان بنتك سقطت. ازاي؟ ما اعرفش ازاي ان انا سقطت اصلا. خلاص بقى، وقلبي اتكسر كل حاجة. كان نفسي افرح والدتي بيا، وكان نفسي افرح والدي كمان، معرفتش. كل ده ضاع في لحظة واحدة، ان بنتك سقطت. لحظة كانت اول مرة اعدي بيها، كانت اول صدمة في حياتي ان انا اتصدم بازاي ان انا اسقط، وانا اصلا عمري ما سقطت. والله عمري ما سقطت، مش عارفة اعمل ايه، ولا انا عايزة بس حقي يرجع، وعايزة ورقي يتصحح تاني او اشوف ورقي.